لليوم الثاني على التوالي وصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا زيارته لمخيمات اللاجئين الصحراويين. وبهذه المؤسسة التربوية بولاية بوجدور اطلع دي ميستورا على ظروف التعليم واستمع لانشغالات ممتهني القطاع. المتحف الوطني للمقاومة الصحراوية محطة أخرى تفقدها المبعوث الأممي الخاص خلال زيارته. كل هذه الآليات تبقى شاهدا على مدى صمود الصحراويين في مواجهة الاحتلال المغربي. دي ميستورا تجول داخل المتحف ورى بعينه ما موجود داخل المتحف، وهذا دليل كذلك على المقاومة الصحراوية وصمود المقاومة الصحراوية واستمرارية المقاومة الصحراوية من أجل الاستغلال الكامل بإذن الله. بين تنقلاته عبر مختلف الهيئات ولقاءاته مع مسؤولين صحراويين، يبقى الشعب الصحراوي يعلق آماله على دي ميستورا على أن تكون هذه الزيارة بمثابة بداية لنهاية الأزمة الصحراوية، آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.